السلام عليكم متابعين قناة شيفات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الفطيرة معمرة في الفرن بحشوة اقتصادية وكتجي لذيذة وبنينة، ما تشبعوش منها كفكرة الوجبة عشاء خفيفة أو غوتي كنحيرو شنو نوجدو لوليدات ديالنا في الليل. فهاد الاقتراح هذا راه ساهل وفي المتناول، فإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه اللي كتفرحني وكتشجعني. وعلى بركه الله ندوزو مباشره لطريقه التحضير. اول حاجه غنحضر العجينه، غناخذ واحد البول وغادي ندير فيه 4 ديال الكيسان من الدقيق الابيض، وبطبيعه الحال الدقيق راه مغربل. الا بغيتو تعوضوا كاس ديال الدقيق الابيض بكاس الفينو، كتنقصوا كاس واحد من الدقيق الابيض وتزيدوه كاس فينو، كيبقى لكم الاختيار. غنضيف كذلك كيس من خميرات الحلويات قياس 8 غرام، غنضيف معلقه كبيره مع مرش من خميره الخبز، غنضيف قليل من بودره الثوم للتنسيم، نص معلقه من الملح كتبقى دائما على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال السكر مع مرش، ربع كاس من زيت الزيتون، تقدروا تعوضوها بالزيت النباتي. غادي نجمع العجينه بالحليب دافئ. بالنسبه للكميه ديال الحليب كتبقى على حسب نوعيه الدقيق، كنضيف الحليب وانا كنعجن في نفس الوقت كما كتشوفوا بالتدريج، حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه وكيكون القوام ديالها متوسط، ما كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه. بالنسبه للكميه ديال الحليب راه كتبقى دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق، المهم نتوما كتعجنوا العجينه عينكم ميزانكم حتى كتحصلوا على هاد القوام. كنجمعوا مزيان هاد العجينه وكندلكوها غير واحد شويه ما بين يدينا، ما كندلكوهاش مده طويله، هاد العجينه ما كتدلكش. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، واحد العجينه متماسكه كيدخل فيها الصبع ديالنا بكل سهوله. غندهنها دابا مزيان بشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نخليها هنا في هاد البول، غنغلفها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها تخمر واحد شويه، ما تتخمرش مده طويله غير واحد شويه. غنغطي عليها بهذا المنديل وغنخليها وغندوز نحضر الحشوه. كناخذ مقله وكنديرها فوق النار وغندير فيها واحد الكميه ديال زيت الزيتون، كتبقى على حسب الذوق ديالكم. غنضيف هنا بصله كبيره مقطعه رقيقه او جوج بصلات صغارين، كنضيف قليل من الملح على حسب الذوق، وكنشحر مزيان هاد البصله حتى كتنزل واحد شويه، غير واحد شويه كتنزل. حتى لا بغيتو تضيفوا واحد المعلقه ديال الزبده تشحروا بها البصله حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين للحشوه. غنضيف دابا الفلفله، عندي هنا في حبه ديال الفلفله حمراء قطعتها رقيقه، وغادي نضيف حتى حبه ديال الفلفله الخضراء حتى هي مقطعه رقيقه. تقدروا تضيفوا اي نوع الفلفله متوفر عندكم، الا عندكم غير نوع واحد ضيفوه، عندكم حتى الفلفله الصفراء ديروهم بثلاثه، المهم الحشوه كديروا نتوما داكشي اللي متوفر عندكم واللي تيعجبكم. غادي نضيف التوابل، بالنسبه للتوابل كتضيفوا داكشي اللي كيعجبكم. انا ضفت هنايا معلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت كتعطي واحد المذاق زوين لهاد الحشوه. نضيف هنا تقريبا نص معلقه ديال بودره الثوم، نص معلقه ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره. غنضيف كذلك نص معلقه تقريبا ديال الخرقوم اللي هو الكركم، وكنشحر مزيان هاد الحشوه هادي. بالنسبه للتوابل كما قلت لكم ضيفوا داكشي اللي تعجبكم نتوما. من بعد ما كتشحر مزيان البصله والفلفله، غادي نضيف هنا واحد الكميه ديال الطون بعد ما كنصفيها من الزيت، تقريبا واحد جوج علب ديال طن. تقدروا تضيفوا قطع ديال الصدر ديال الديك الرومي او الصدر ديال الدجاج او شويه ديال الكفته اللي عندكم متوفر. وفي الاخير غنضيف القليل من المعدنوس، هذه اخر اضافه، مباشره تنطفي النار. دائما المعدنوس كنخليه في الحشوات هو الاخير، مباشره من موراه تنطفي النار وغادي نخلي الحشوه تبرد. ومن بعد ما كتخمر العجينه واحد شويه، انا ما خليتهاش مده طويله كتخمر وتتضاعف الحجم ديالها، يلا خمرت واحد شويه صافي غادي ندوز نطلقها. الا خليتوها خمرات بزاف راه غادي تجيكم الفطيره غليظه، فمن الافضل يعني يجيكم قوام ديالها زوين، تجيكم متوسطه في الحجم ديالها، ما تخليوش العجينه تخمر لكم بزاف وصافي. غنقسم دابا هاد العجينه على جوج قطع، غنكورهم على شكل جوج كرات وخليهم يرتاحوا واحد شويه، وعاد طلقوهم الا كنتو مزروبين طلقوهم مباشره. كنرشوا دائما واحد القليل من الدقيق على حسب الاحتياج ديالنا، هي العجينه ما تتلصقش صراحه، ولكن الا بغيتو ترشوا واحد شويه ديال الدقيق رشوا. كنقاد هاد العجينه مزيان على شكل مستطيل كما كتشوفوا. كناخذ الصينيه ديال الفرن كنفرش لها الورق ديال الطبخ، الا ما كانش متوفر عندكم الورق ديال الطبخ دهنوها بشويه ديال الزيت، وكنلوي هاد العجينه على الدلاك وغنوضعها لداخل فوسط الصينيه كما كتشوفوا في الصوره، طريقه جد سهله. وكنقاد مزيان هاد العجينه، كنحاول نزيد نطلقها مزيان كما شفتوا، انا راني طلقتها رقيقه باش ما تجينيش هاد الفطيره غليظه.
كندهن هاد العجينه بالصلصه ديال الطماطم اللي تنحضروا بها البيتزا. بالنسبه لصلصه الطماطم راني درت واحد لاكوش اللي رقيقه كما كتشوفوا، غير واحد طبقه رقيقه ديال الصلصه ديال الطماطم، ما كثرتش بزاف، وانتم على حسب الذوق ديالكم. من بعد غنوضع الحشوه. بطبيعه الحال الحشوه خاصها تكون بارده مزيان، كنسرحها بهذا الشكل بالاستعانه بواحد سباتيول او معلقه. من بعد غناخذ جوج بيضات مسلوقين، غادي نحكهم فوق هاد الحشوه، كيعطيو واحد الاضافه زوينه، وكيعطيو يعني كيخليو هاد الحشوه تجي غنيه ومغذيه. بالنسبه للسيدات اللي ما كيعجبهمش البيض مسلوق او ما كيعجبش وليداتهم، تقدروا تستغناو على هاد الاضافه وديروا في بلاصتها مثلا الجبن الشيدار او الجبن موزاريلا. دابا غناخذ 4 ديال القطع من الجبن المثلثات، غنقطعهم حتى هما قطع صغارين من الفوق، كيعطيو واحد المذاق زوين لهاد الحشوه، وكيعجبوا الوليدات الصغار كما كتشوفوا. كنحاولوا ما امكن نديروا شي حويجه اللي كيبغيوها وليداتنا واللي كتعجبنا حتى حنا، كنوعوا مره مره. دابا غنوضع هاد الصينيه على جنب وغندوز نطلق القطعه الكره الثانيه ديال العجينه. الا شفتوا العجينه كتلتصق لكم فوق سطح العمل، ضروري رشوا واحد شويه ديال الدقيق، ما تكثروش بزاف الدقيق، وصافي كنطلقوا العجينه بطريقه باش طلقت الكره الاولى، ومن بعد كنلويها فوق الدلاك وغنوضعها دابا فوق الفطيره. بالنسبه للكره الثانيه حاولوا تطلقوها يعني زايده على الكره الاولى، حاولوا تطلقوها مزيان يعني باش تجيكم كبيره شي شويه على القطعه الاولى ديال العجينه. وكما كتشوفوا راني كنطلقها رقيقه باش ما تجينيش الفطيره غليظه. من بعد غادي نطوي هاد الجوانب كما كتشوفوا. في الاول فاش وضعت الحشوه راني ما وصلتش الصلصه ديال الطماطم والحشوه حتى الطرف، خليت واحد شويه باش منين نطوي العجينه كتسد لي بكل سهوله. كنقرص مزيان على العجينه كما كتشوفوا في الصوره، تقدروا تستعنوا بفرشيط، وكنطوي بحال الشكل اللي كنلمط. طريقه جد بسيطه، وراه ما كتجيش العجينه غليظه هنا في الجناب، بالعكس كتجي فطيره رائعه، وكتجي يعني القوام ديالها متوسط، ما تجيش غليظه. كنطوي بهذا الشكل هذا. فهاد الوقيته هذه راني شاعله الفران كيسخن، ضروري تكون تشعلي الفران كيسخن مزيان. غناخذ بيضه كامله وغنضيف لها معلقه كبيره ديال الصلصه ديال الطماطم او الصوص حاره الا كانت متوفره عندكم. غنضيف قطرات من صوص الصوجا كيعطي واحد المذاق زوين واللون زوين، وغندهن هاد الوجه ديال الفطيره كما كتشوفوا. الا ما تتعجبكمش صوص الصوجا او صلصه الطماطم تخلطوها مع البيض، ديروا غير بيضه كامله مع واحد القطرات ديال الخل. كنقطع هاد الفطيره بهذا الشكل اللي كتشوفوا في الصوره، كنعلم القطع اللي غادي نقطع، قطعوا على حسب الذوق ديالكم نتوما شحال بغيتوا من القطعه، اما مربعات او مستطيلات كيف درت انا. بالنسبه للتزيين انا غنزين بالقليل من الموزاريلا. هاد الاضافه هذه اختياريه، الا بغيتوا تستغناو عليها كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تعوضوها بشويه ديال الزنجلان او الحبوب ديال البافو اللي بغيتو نتوما، وتخليو الفطيره هكا على طبيعتها حتى الشكل ديالها كيجي زوين. هاد الاضافه هذه راه اختياريه، كتعطي غير واحد المنظر زوين للفطيره، وحتى كتزيد شويه ديال المذاق وصافي. طبيعه الحال الفران راه سخون من قبل، غنوضع هاد الصينيه فوق العافيه. في الاول غنخلي النار عاليه يعني النار مجهده حتى كتنفخ هاد الفطيره هذه، وكنشوفها بدات كتحمر مع الجنب، غنقص عليها العافيه على التالي، وغنخليها تطيب على خاطرها حتى كتحمر من الفوق ومن التحت، وهي غير فوق العافيه كما كتشوفوا في الصوره. هذا هو الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران. غنولي نعاود نقطع هاد الفطيره كما كتشوفوا، يعني كتجيكم طريقه سهله للتقطع، غير تبعوا النصائح ديال طياب. منين تدخلوا الفطيره للفران خليوا النار مرتفعه لمده 10 دقائق، ومن بعد نقصوا التالي وخليوها تطيب على خاطرها حتى كتحمر من الفوق ومن التحت، وراها كتجي رطبه ولذيذه، وديك العجينه ما كتجيش غليظه كما كتشوفوا في الصوره، كتجي رقيقه وكتجي الحشوه لذيذه لذيذه، ما تشبعوش منها. هاد الفطيره راها سهله واقتصاديه وفي المتناول، كاقتراح لوجبه عشاء خفيفه ولذيذه، او وجبه ديال الكوتي مع واحد البريرداتي، صراحه وصفه مغذيه ولذيذه بامتياز. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم دائما على حسن المتابعه ديالكم، على التعليق الزوينه اللي كتشجعني فعلا وكتفرحني. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوه لاكبر عدد من اللايكات، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه اخرى بحول الله تعالى.